بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الثاني عشر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، من عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الإسلام جاء بحفظ الضروريات الخمس: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، وحفظ المال. هذه ضروريات جاء الإسلام بحفظها والمنع من الاعتداء عليها، ووضع لذلك العقوبات الرادعة لمن اعتدى على واحدة من هذه الضروريات الخمس. الأولى حفظ الدين، وذلك بقتل المرتد. قال سبحانه وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هذا جزاؤه في الآخرة. أما في الدنيا فإنه يقتل. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه. والتارك لدينه المخالف للجماعة. الثانية النفس، وذلك أن الله سبحانه وتعالى حمى نفوس عباده المؤمنين وحرم الاعتداء عليها. قال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا جزاؤه في الآخرة. أما في الدنيا فإن الله أوجب القصاص من القاتل عمدا إذا توفرت شروط القصاص، وهذا هو الذي ذكره الله في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. الثالث العقل. الله جل وعلا جعل لهذا الإنسان عقلا يتميز به عن غيره،
تميزوا به عن البهائم لأن الله خلقه لعبادته، وجعل له عقلا يميز به بين الضار والنافع والحق والباطل، فهذا العقل منة عظيمة على الإنسان. فإذا اعتدى الإنسان على عقله بشرب المسكر، شرب الخمر، فإن الله أوجب إقامة الحد عليه، وذلك بأن يجلد 80 جلدة، وإذا عاد يجلد، وكلما عاد إلى الشرب فإنه يجلد 80 جلدة حماية للعقل. وكذلك الذي يتعاطى المخدرات والعياذ بالله، وهي أشد من المسكرات لأنها تفسد العقل وتفسد البدن وتؤول إلى الخبال والهلاك. المخدرات أشد من الخمر، يجب عقوبة من يتعاطاها ومن يروجها ومن يبيعها ومن يجلبها لبلاد المسلمين، يقتل لأنه من المفسدين في الأرض. وكذلك الدخان، دخان ما يسكر لكنه يفسد البدن، يفسد البدن ويقضي على الصحة، وفيه أمراض كثيرة شخصها الأطباء، فهو أيضا اعتداء، اعتداء على النفس، اعتداء على العقل، لأنه يفتر، يفتر الإنسان. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، وهو من الخبائث. الله جل وعلا يقول في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. دخان من الخبائث، كذلك القات أشد من الدخان، أضراره أشد من أضرار الدخان، فهذه تحرم ويعاقب عليها لأن فيها اعتداء على العقل واعتداء على النفس والبدن. الثالث، الرابع العرض، الرابع العرض، عرض الإنسان هو شرفه ونزاهته، شرفه ونزاهته ونقاؤه من الزنا واللواط والاستمتاع المحرم هذا فيه إفساد للأعراض، والزنا فيه خلط للأنساب. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. لأن هذا فيه حماية للعرض، والزاني بين الله حكمه إذا كان إذا كان بكرا لم يتزوج، إذا زنى وهو لم يتزوج، لم يسبق له أن تزوج واستمتع بالحلال، فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلده عاما
قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد من اجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا إذا كان بكرا لم يسبق له أن وطئ في نكاح صحيح. أما إن كان ثيبا إذا كان الزاني ثيبا وهو الذي سبق له أن جامع في نكاح صحيح ثم زنى فهذا يرجم بالحجارة حتى يموت يرجم بالحجارة حتى يموت. فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم الزناة وأمر برجمهم. قال صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. هذا في القرآن جلد 100، تغريب هذا في السنة. والثيب بالثيب جلد 100 والرجم يجمع له بين الجلد 80 جلدة ويرجم بالحجارة حتى يموت. جلد 100 والرجم. وقد جلد وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الزناة أقام عليهم الحد حفظا للأعراض من العبث وحفظا للذرية من اختلاط الأنساب. والخامس حفظ المال. وقد أوجب الله قطع يد السارق الذي يسرق أموال الناس. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقد نفذ النبي صلى الله عليه وسلم القطع فقطع أيدي عدد من السراق واستمر العمل عليه إلى يوم القيامة، وذلك من أجل حفظ أموال الناس من الاعتداء عليها. وفي هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. هذا نداء من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، لأن المؤمنين هم الذين يمتثلون أوامر الله سبحانه وتعالى. كتب معناه فرض، القصاص فرض واجب إذا توفرت شروطه. كتب عليكم القصاص، والقصاص هو أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، فيقتل إذا قتل عمدا عدوانا فإنه يقتل، وإذا اعتدى على طرف من الأطراف فإنه يؤخذ طرفه، كما قال سبحانه كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فيقتص من الجاني عمدا عدوانا في النفس وما دونها بنص القرآن الكريم، وذلك من أجل حفظ النفوس من الاعتداء عليها ومن أجل حقن الدماء.
كانوا في الجاهلية يتخبطون في الدماء، ليس لهم ضابط شرعي يمشون عليه، ولكنهم يتخبطون ويظلمون في الدماء. فإذا قتل قتيل في الجاهلية فإن أهله لا يرضون بقتل القاتل فقط، وإنما يقتلون عددا من الأبرياء من قبيلة القاتل، وقد يقتلون رئيس القبيلة، يقولون ما نرضى بالفرد هذا، فيقتلون رئيس القبيلة التي منها القاتل، وهذا ظلم وعدوان. الله جل وعلا أبطل هذا وأوجب القصاص على القاتل، وأما الأبرياء فلا يجوز الاعتداء عليهم. كتب عليكم القصاص في القتلى. ولماذا قال كتب عليكم؟ عمم كتب عليكم، هذا خطاب للأمة. كتب عليكم القصاص لأن الأمة يجب عليها أن تتعاون في تنفيذ الحد، يجب على الأمة أن تتعاون مع ولي الأمر في تنفيذ الحدود، ولا يجوز لأحد من الأمة أن يدافع عن المجرم ويمنع إقامة الحد عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولهذا قال كتب عليكم، هذا خطاب للأمة، يجب على الأمة أن يتعاونوا مع ولي الأمر في تنفيذ القصاص، وألا يحولوا دون إقامة الحدود إذا كان الجاني له مكانة أو كان من أقاربهم يمنعون إقامة القصاص عليه، هذا حرام. حتى ولا بالشفاعة، قال صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. قال عليه الصلاة والسلام: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. قال عليه الصلاة والسلام: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، لعن الله الشافع والمشفع. فلا يجوز التهاون في إقامة الحدود. ولهذا قال كتب عليكم، ما قال كتب على ولاة الأمور فقط، بل قال كتب عليكم، هذا عام لجميع الأمة في أنها تقوم بهذا الأمر ولا تتساهل مع القاتل، بل تسلمه للسلطة لإقامة القصاص عليه، لأن في ذلك الرحمة للمجتمع وحقن الدماء كما يأتي في آخر الآية، في آخر الآية الثانية: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، الحر غير المملوك، والعبد بالعبد وهو المملوك، والأنثى وهي المرأة بالأنثى. هذا رد على أهل الجاهلية الذين لا يتقيدون بالقصاص من القاتل، وإنما يقتلون غيره. فإذا قتلت امرأة رجلا لا يقتلون المرأة، يرون إن هذا من المهانة، وإنما يقتلون رجلا من أقاربها.
وإذا قتل العبد حرا ما يرضون بقتل العبد، يقولون هذه دناءة، يأخذون من الأحرار الأبرياء ويقتلونهم. هذا من دين الجاهلية. فبهذه الآية رد عليهم أن الجاني يقتص منه ولا ينظر إلى مستواه ومرتبته في المجتمع، ما ينظر إلى أنه شريف أو أنه عبد أو أنه امرأة، بل الجاني يقتل سواء كان حرا أو عبدا أو امرأة، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. ما قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. لما أمر بالقصاص، لما أمر بالقصاص من القاتل جعل الخيار لأولياء الدم، الخيار لأولياء الدم، إن شاءوا اقتصوا من القاتل وإن شاءوا عفوا مجانا أو عفوا إلى الدية. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إما أن يقتصوا وإما أن يعفوا. الخيار لولي القتيل من عصبته، لهم الحق في أنهم يقتصون من قاتل قريبهم، وهذا هو العدل، ولهم أن يعفوا عن القصاص إما مجانا وإما بأخذ الدية، والعفو أفضل، وأن تعفو أقرب للتقوى، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإذا عفوا كلهم عن القاتل سقط القصاص، أو عفا بعضهم إذا كان للقاتل عدة ورثة فعفى واحد من الورثة ولو كانت امرأة فإن القصاص يسقط. فالعفو من الجميع أو العفو من البعض يسقط القصاص، كما جاءت بذلك السنة. ولهذا قال: فمن عفي له من أخيه، يعني إذا تنازل أولياء الدم عن القصاص إلى الدية فلهم ذلك. فمن عفي له من أخيه، له القاتل من أخيه المقتول، فجعل القتيل أخا للقاتل، مع أن القاتل مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ولكن الكبائر التي دون الشرك لا تخرج من الإيمان، فالقاتل لا يخرج من الإيمان وإن كان مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، بدليل هذه الآية: فمن عفي له من أخيه شيء، فجعل المقتول أخا للقاتل. الأخوة الإيمانية ليست الأخوة النسبية أو القبلية، بل الأخوة الإيمانية، من أخيه يعني بالإيمان. وهذا دليل أهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك لا يخرج من الملة، بل يكون فاسقا بكبيرته، مؤمنا بإيمانه، كما في الآية الأخرى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. قال من المؤمنين، مع أنهم يقتتلون، يقتل بعضهم بعضا
وسماهم مؤمنين، أدل على أن كبيرة القتل لا تخرج من الإيمان، لكنها تنقص الإيمان. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك أي دون الشرك، ومنه القتل، لأن القتل دون الشرك. فمن عفي له من أخيه شيء، يعني من الدم شيء، كلمة شيء تعطي أنه لو عفى بعض الورثة أنه يسقط القصاص، لأن هذا شيء من العفو. أما لو عفوا كلهم أو كان ولي الدم واحدا وعفى، هذا لا إشكال فيه. لكن إذا كان أولياء الدم جماعة وعفى واحد منهم، ولو كان نصيبه من الإرث قليلا، فإنه يسقط القصاص. لو فرضنا أن زوجة القتيل عفت، يسقط القصاص لأنها وارثة. أو عفى أي واحد من ورثة القتيل، فإنه يسقط القصاص وينتقل إلى الدية. فمن عفي له من أخيه شيء، يعني عفى أولياء القتيل سواء كلهم أو بعضهم، فاتباع بالمعروف، تتعين الدية على القاتل الذي عفي عنه، ولكن لا يكون فيه إساءة من أحد الطرفين، من صاحب الدية أو من الذي عليه الدية، لا يسيء واحد إلى الآخر. فالقاتل الذي عليه الدية لا يماطل بدفع الدية، بل يبادر بدفعها، ولا يشق على أصحاب الدية بالمطالبة، ولا يجوز لأصحاب الدية أن يضيقوا على القاتل بدفع الدية، بل يمهلوه حتى يتمكن من دفعها. فاتباع بالمعروف هذا من أولياء الدم، وأداء هذا من القاتل، وأداء إليه أي إلى صاحب الدية بإحسان، فلا مماطلة من القاتل ولا مضايقة من أولياء القتيل، بل يكون بالتعامل الحسن، أداء اتباع بالمعروف، يعني يتابعه يطالبه بالدية، لكن مطالبة ليس فيها تضييق وفيها إحراج. اتباع بالمعروف ما تعارف عليه الناس من السهولة والإحسان، عدم العنف، وأداء إليه بإحسان. يجب على المتحمل للدية ألا يماطل بدفعها، لأن هذا إساءة إلى أصحاب الدية، والإسلام جاء بالعدل، جاء بالعدل وعدم الإحراج. اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ثم قال جل وعلا: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، أي أن العفو عن القصاص وأخذ الدية هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وتخفيفه على المسلمين. لم يحتم عليهم القصاص، بل جعل لهم الخيار بين أن يقتصوا أو يأخذوا الدية. هذا من تخفيف من الله، لأن اليهود حتم الله عليهم القصاص وليس فيه دية عند اليهود، هذا من التشديد عليهم. والنصارى
حثم الله عليهم أخذ الدية ولم يجز لهم القصاص. أما هذه الأمة المحمدية فإن الله خيرها بين القصاص وهذا هو الأصل وبين أخذ الدية إذا رضي أولياء القتيل، هذا تخفيف على هذه الأمة مما كان على اليهود من وجوب القصاص وعدم أخذ الدية، وما كان على النصارى من وجوب أخذ الدية وعدم القصاص، هذا هو التخفيف من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الدين ولله الحمد دين الحنيفية السمحة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، رحمة بالناس إنه شرع لهم القصاص لأجل حقن الدماء وحماية الأنفس، هذا من رحمة الله، فالقصاص ليس عذابا ولا قسوة وإنما هو رحمة، رحمة يعيش المسلمون في ظله آمنين على دمائهم، فهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى، تخفيف من ربكم. ثم قال جل وعلا فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. من اعتدى بعد ذلك، بعد ذلك وين ترجع الإشارة؟ اختلف المفسرون، منهم من يقول ترجع الإشارة إلى العفو، فمن اعتدى بعد العفو فإذا عفى عن القصاص وأخذ الدية ثم بعد ذلك قتل فهذا توعده الله بالعذاب الأليم. وما هو العذاب الأليم؟ قيل عذاب أليم في الدنيا في أنه يتحتم قتله ولا يجوز العفو عنه، فالذي يعفو عن القصاص ويأخذ الدية ثم بعد ذلك يقتل القاتل الذي عفى عنه وأخذ منه الدية هذا يتحتم قتله ولا يجوز العفو عنه، هذا هو العذاب الأليم. والقول الثاني أن العذاب الأليم في الآخرة، أما في الدنيا فإن الذي يقتل بعد أخذ الدية كغيره يخير أولياء القاتل أولياء القتيل بين القصاص منه أو أخذ الدية، لكن عليه عذاب أليم في الآخرة ووعيد شديد، لأنه تلاعب بأحكام الشريعة، كيف يعفو ويأخذ الدية ثم يعود ويقتل؟ هذا عليه وعيد شديد، إما بأنه في الدنيا بأنه يقتل حتما ولا يعفى عنه، وإما في الآخرة عند الله سبحانه لأنه تلاعب بأحكام الله عز وجل. وقيل الإشارة ترجع إلى القصاص، فمن اعتدى بعد ذلك أي بعد ما شرع الله القصاص بين المسلمين، فمن اعتدى وتهاون اعتدى على دماء الناس وتهاون بالقصاص فله عذاب أليم، لأن هذا يدل على ضعف إيمانه وعلى عدم خوفه من الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ولكم في القصاص حياة، لكم في القصاص، لكم الخطاب للأمة الإسلامية أي للمسلمين حياة في القصاص. طيب القصاص قتل موت، كيف يكون فيه حياة؟ نعم فيه حياة،
لأنه إذا قتل القاتل ارتدع المجرمون فسلمت دماء المسلمين وحياتهم، فالقصاص فيه حياة للمجتمع، لا أحد يعتدي بعد القصاص. فإذا تذكر الذي يهم بالقتل، إذا تذكر أنه سيقتل فإنه يمتنع عن القتل، فيسلم دمه هو ويسلم دم الذي هم بقتله، فيكون هذا في حماية للدماء. كما في أول الكلام أن الشرع جاء بحماية النفوس، والقصاص حماية للنفوس وحياة للمجتمع. فإذا طبق القصاص تأمنت حياة الناس من المجرمين والمعتدين، لأن القصاص حد زاجر رادع، فإذا قتل القاتل امتنع غيره من الذين يريدون القتل. إذا شاهدوا القاتل جيء به أمام الناس وقطعت رقبته أمام الناس فإنهم يرتدعون، كل منهم يخاف أنه يعمل معه ما عمل مع هذا فيرتدعون، فتحقن دماء الناس. ولهذا قال: ولكم في القصاص حياة. فالقصاص يؤمن الحياة للمجتمع ويمنع الاعتداء على النفوس وعلى الدماء. وأنتم تشاهدون الآن ولله الحمد في هذه البلاد التي يطبق فيها القصاص، ترون والحمد لله قلة الذين يعتدون على الناس، ترونهم قلة. لو كان ما فيه قصاص لرأيتم العجب العجاب، لرأيتم العدوان على الدماء، ورأيتم القتلى في الشوارع، رأيتم القتلى في الطرقات، لأن كل من غضب على شخص يريد أن يقتله. لكن القصاص يمنعه من ذلك، فبذلك تأمن المجتمع ولله الحمد. أما في البلاد التي لا يطبق فيها القصاص، إما لكونها كافرة أصلاً أو لكونهم يتسمون بالإسلام ولكنهم لا يحكمون بالشريعة ولا يطبقون القصاص، ترون الدماء مهدرة فيها، ترون العدوان على الدماء، ترون المجتمع خائف، ترى المجتمعات الأخرى خائفة، وإن كان عندهم أسلحة وعندهم تقنيات وعندهم أنظمة دقيقة وعندهم مخابرات دقيقة، لكن هم في خوف على دمائهم وهم في بيوتهم، لأنهم فقدوا هذه النعمة، فقدوا نعمة إقامة القصاص. الله جل وعلا يقول: ولكم في القصاص حياة. فإذا فقد القصاص فإن الحياة تختل ويسود الخوف والقلق، وكل من أراد قتل شخص قتله ولا يحصل عليه أي ضرر، غاية ما يعمل معه أنه يسجن. الدول القانونية لا تعاقب بالقصاص وإنما تعاقب بالسجن. السجن سهل، يأكل ويشرب ويكون في مأمن محمي من أحد يعتدي عليه في السجن، ولو طال سجنه ما يهمه هذا، يهمه أنه ينفذ رغبته فيقتل من يريد، وغاية ما يكون أنه يسجن.
السجن ليس بعقوبة رادعة، بل ربما أن بعضهم يفتخر بالسجن ويقول استريح أجلس بالسجن ويطعمونا ويسقونا ويحمونا، ولو بقيت فيه مدة أنا وش أنا خابر إلى طلعت؟ هل هذه عقوبة يا عباد الله؟ أو بعد في شيء آخر، هو أنه إذا جاءت مناسبة وجاء عفو يعفى عنه يخرج. إذا أن الرئيس جاء وقت احتفال أو مناسبة أو احتفال بحياء بجلوسه على الحكم، إذا جاء احتفال فإنه يطلق السجناء، ومنهم القاتلون يطلقهم، ثم يروحون يتقنصون في الناس، هذه حياتهم والعياذ بالله. لهذا قال جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. شوف يا أولي الألباب يعني يا أصحاب العقول، أصحاب العقول الذين يفكرون في أحكام الله سبحانه وتعالى ويتدبرونها. إذا تدبروا القصاص وجدوه في غاية الحكمة وغاية الرحمة، غاية الرحمة بالمجتمع. وحتى القاتل، إذا القاتل إذا أقيم عليه القصاص فهذا من مصلحته، لأنه يعاقب في الدنيا أهون عليه من أنه يعاقب في الآخرة. كونه يعاقب في الدنيا ويقام عليه القصاص أخف عليه من أنه يعاقب في الآخرة والعياذ بالله. ولكم في القصاص حياة يا أصحاب العقول. يا أولي الألباب يعني يا أصحاب العقول. أما الذين ليس عندهم عقول، ليس عندهم عقول سليمة، فإنهم يسخرون من الحدود في الإسلام، ويقولون إن الحدود قسوة ووحشية، هكذا يقولون الآن، يقولون إن الحدود قتل القاتل وقطع يد السارق ورجم الزاني وجلد الشارب، هذه يقولون قسوة. لماذا تقسون على هذا الإنسان؟ طيب يرحمون الجاني ولا يرحمون المجني عليه، يعني الجاني ما فعل قسوة، وإذا أقيم عليه الحد صار قسوة، ما ينظرون إلى القسوة التي عملها الجاني، ما ينظرون إلى القسوة التي تكون على المجتمع من ترك الجاني يسرح ويمرح، ما يشوفون القسوة التي يعيشها المجتمع الذي لا تقام فيه الحدود، يرحمون الجاني ولا يرحمون المجني عليه، يرحمون المجرم ولا يرحمون المجتمع الذي أصبح في خوف وقلق من هؤلاء الجنات الذين يعيشون بينهم. القسوة في الحقيقة هي عدم إقامة الحدود، أما إقامة الحدود فإنها رحمة، رحمة للمجتمع. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى. إذا تدبرتم أحكام الله بعقولكم وفكرتم فيها فإن هذا يبعث على تقوى الله سبحانه وتعالى ومحبة الله جل وعلا الذي شرع هذه الشرائع العادلة، هذه الشرائع الرحيمة التي أكسبتكم الأمن والاستقرار على دينكم وعلى نفوسكم وعلى عقولكم
وعلى أعراضكم وعلى أموالكم. تدبروا هذا التشريع الحكيم فإن هذا يكسبكم تقوى الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه الحث على التدبر في أحكام الشريعة والتأمل فيها، لأنها تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أما قوانين البشر وأنظمة البشر فإنها يدخلها الهوى ويدخلها الظلم ويدخلها النقص لأنها من أعمال البشر، أما أحكام الله جل وعلا فإنها لا يعتريها نقص ولا يعتريها ظلم ولا يعتريها أي ملاحظة، لأنها تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى، يعلم مصالح عباده، يعلم ما يصلحهم، ولذلك شرع لهم هذه الحدود رحمة بهم وحماية لهم من عبث العابثين وإفساد المفسدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته، نسأل الله أن يديم على هذه البلاد الحكم بهذه الشريعة العادلة الرحيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا، وكذلك نسأله سبحانه أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يولي علينا وعلى المسلمين خيارنا، وأن يكفينا شر شرارنا. نسأله أن يصلح ولاة أمورنا، وأن يهديهم سبل السلام، وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نسأله أن يصلح بطانتهم وأن يبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أصبت بعين وأنا أعرف الشخص الذي أصابني بهذا العين، فذهبت إليه ولكنه رفض مساعدتي، فماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟ ما هو بكل شيء عين، ربما أنك متوهم، ربما أنك توهمت أن هذا المرض أنه إصابة بعين، قد لا يكون كذلك، فاذهب إلى الأطباء، اذهب إلى الأطباء واعرض نفسك عليهم لعلهم يجدون لك علاجا، فإن الله سبحانه ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فلا تركز على العين فقط، الأمراض كثيرة والأدوية ولله الحمد كثيرة، فاذهب إلى الأطباء وعالج نفسك أيضا بالرقية الشرعية والأدعية، والله سبحانه وتعالى قريب مجيب، ولا تيأس ولا تقنط. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل للعمرة طواف وداع؟ لا، قلنا كم مرة وكررنا أنه ليس للعمرة طواف وداع واجب، لكن من أراد يطوف طواف وداع للعمرة فهذا حسن وزيادة خير، أما أنه يجب عليه طواف الوداع للعمرة لا، بل إنما هو في الحج، طواف الوداع لا يجب إلا في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
إنما أمر به الحجاج ولم يأمر به المعتمرين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يظهر بين الحين والحين أناس على شاشات التلفاز والفضائيات يتكلمون في أمور الدين والعلم الشرعي وهم ليسوا من المتخصصين بهذا العلم الشرعي، وتطير بأشرطتهم التسجيلات وتحتضنها، وكذلك الناس يقبلون عليهم على ما هم عليه من مخالفة للسنة ظاهرا وذكرهم للأحاديث الضعيفة والموضوعة وإفتائهم للناس وأخذهم بالرخص، فهل من كلمة؟ نعم، هذا من الابتلاء والامتحان، هذا من الفتن التي تكون في آخر الزمان. فهؤلاء الذين يظهرون في وسائل الإعلام وهم ليس عندهم علم، أو عندهم علم لكنهم يريدون إضلال الناس، هذه بلية. ولكن الحمد لله المسلم يجد غيرهم من علماء المسلمين، فعليه أن يسأل من يثق بهم من علماء المسلمين ولا يلتفت إلى هؤلاء، ولا يشتري أشرطتهم ولا يستمع إليه. نعم، لأن الدين هذا أمانة لا تأتمن عليه إلا من هو أمين، أمين في علمه وأمين في دينه، لا تعتمد إلا على أهل العلم وأهل التقوى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل يجوز تكرار العمرة في أقل من 10 أيام من التنعيم لأنني من بلاد بعيدة وجزاكم الله خيرا؟ يجوز تكرار العمرة لا بأس، لمن جاء إلى مكة، أما الذي يكون في مكة ويخرج منها للعمرة فهذا شيء لم يفعله السلف، ما كانوا يخرجون من مكة لأداء عمرة، بل يبقون في مكة، لأن البقاء في مكة في المسجد الحرام طواف به والصلاة فيه عن 100,000 صلاة، والجلوس والاعتكاف في المسجد الحرام أفضل من أنه يتردد إلى العمرة. إن كان يريد الأجر فهذا أفضل له وأحسن، بقاؤه في مكة أفضل له، وإلا الجواز جائز، ما نقول أنه محرم، لكن نقول جلوسك في المسجد الحرام وأداء الصلوات الخمس فيه إذا أمكن، أو حتى لو في غير المسجد الحرام، مساجد مكة كلها في الحرم ولله الحمد، فبقاؤك في الحرم أفضل لك من الخروج للمجيء بعمرة. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فهل المحدث يشمل العاصي الفاسق والمبتدع البدعة المفسقة والمكفرة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. المحدث يشمل من عليه حد من الحدود، حد قتل أو حد سرقة أو حد مسكر، هذا محدث يجب إقامة الحد عليه، ولا يجوز لأحد أنه يعترض أبدا، بل عليه أنه يساعد في إقامة الحد عليه ولو كان من أقرب الناس إليه. كتب عليكم القصاص، كتب عليكم جميعا. ويشمل المحدث أيضا المبتدع، المبتدع الذي بدعته مكفرة، ارتكب ناقض من نواقض الإسلام وهو داعية من دعاة الضلال، يخشى على المسلمين من شره وإضلاله، هذا محدث يجب أن يمكن السلطان من تنفيذ الحكم الشرعي عليه لأجل أمن المجتمع على عقيدتهم وعلى دينهم من هذا الداعية المضل. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أنا كنت في سفر مع رفقة، وعندما حان الصلاة الظهر
صلينا قصرا وعندما قلت لهم نجمع معها العصر فرفضوا بحجة أن العصر سوف نصليها في وقتها، فما الصحيح في ذلك؟ إذا كنتم نازلين في أثناء السفر فالأفضل أن تصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، وإن جمعتم هذا جائز، لكن إذا كنتم في البلد أنتم مسافرين لا بأس، إقامتكم قليلة في البلد لكن المساجد بجنبكم تسمعون الأذان، صلوا مع المسلمين. قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. صلوا مع المسلمين وأتموا مع المسلمين وصلوا كل صلاة في وقتها. أما لو كنتم في بر ولا عندكم مساجد وأنتم سافرين فيجوز لكم القصر، هذا لا بأس به، بل هذا أفضل من الإتمام. أما الجمع فإنما يجوز عند الحاجة. إذا كنتم أثناء السير جد بكم السير تجمعوا، أما إذا كنتم نازلين صلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل عن عقيدة الإرجاء مقارنة مع عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة الإرجاء وعقيدة أهل السنة والجماعة معرفتها ما هم هنا، معرفتها في الدروس، دروس العلمية في المعاهد، في حلق الذكر التي تدرس فيها المتون العلمية وتشرع. لكن لا مانع أن نجيب بإجابة مختصرة: مذهب الإرجاء هم الذين يقولون إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، فيكون الإنسان مؤمنا إذا صدق بقلبه ونطق بلسانه، يكون مؤمنا ولو لم يعمل عملا، ولو ترك الصلاة ولو ترك الزكاة ولو ترك الصيام ولو ترك الحج، عندهم يكون مؤمن. وهذا قول باطل باطل باطل، لأنه لا إيمان إلا بالأعمال الصالحة. الذي يترك الفرائض متعمدا هذا ليس بمؤمن، ولو كان مصدقا بقلبه وناطقا بلسانه، إلا لو كان معذورا معذورا في ترك بعض الواجبات لا حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج إذا كان معذور. أما إذا كان قادرا وترك الفرائض متعمدا ويقول أنا مؤمن ولو لم أصلي، هذا كذاب ليس بمؤمن، وهذا قول باطل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز تفسير الأحلام والاعتقاد بتفسيرها، حيث ظهر كثير من الشيوخ في عدة أماكن يفسرون الأحلام؟ لا تشغلكم الأحلام، أغلب الأحلام من الشيطان، وأحاديث أضغاث أحلام ما هي بأحلام صحيحة، الأحلام الصحيحة نادرة وقليلة. لا تشغلكم هذه الأمور، ولا لأن هذا أحدث عند الناس الآن تخويف، أحدث عند الناس الآن تخويف وإرهاب. كل من رأى رؤيا اهتم بها وراح يسأل ويستمع لتفسير أحلام الناس، وشغل الناس بهذه الأمور. هذا ما كان معروفا عند المسلمين، هذا شيء جديد ما كان معروفا عند المسلمين، الاشتغال بالأحلام إلى هذا الحد والاهتمام بها إلى هذا الحد، ما كان هذا معروفا. فلا تلتفتوا إلى هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: والدي على جهل في كثير من العبادات والتي منها الوضوء والصلاة، وعندما أحاول تعليمهم أجد صعوبة كبيرة في ذلك، وأحيانا لا يتقبلون مني باستجابة كاملة، كيف أقوم بدعوتهم حتى يتقبلوا مني؟ هذا واجب عليك أن تعلمهم أحكام دينهم، وأن تصبر على المشقة، ولو ما قبلوا منك
أول يوم يقبلون منك في اليوم الثاني إن شاء الله إذا كررت عليهم واجتهدت في تعليمهم. فعليك بالمواصلة في تعليمهم والصبر على ذلك، والاستعانة بمن حولك من أهل العلم، استعين بهم أنهم يأتون إلى هؤلاء يذكرونهم يعلمونهم. نعم، تقرأ عليهم في الكتب والنصائح ما يرقق قلوبهم. نعم. أحسن الله إليكم. علمنا أننا مؤاخذون بما نقول بألسنتنا، هل نحن مؤاخذون بما نرى بأعيننا ونسمع بآذاننا؟ نعم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الذي يستمع للحرام يؤاخذ، والذي يتكلم بالحرام يؤاخذ، والذي ينظر إلى الحرام هذا مؤاخذ ومحاسب على ذلك يوم القيامة. فاحفظ لسانك، واحفظ سمعك، واحفظ بصرك عن الحرام، وإلا فأنت في خطر عظيم إذا أهملت هذه الحواس، إنك على خطر عظيم أنه تجني عليك آثاما ومعاصي، وربما تؤول إلى الفساد والانسلاخ من الدين. إذا تساهلت في هذه الأمور ربما في النهاية تخرج من الدين نهائيا ويفسد قلبك والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: علي مبالغ بسيطة لعدة أشخاص، ولكن بعضهم لا أعرف أين هو، ويصعب أن أعرف مكانه، فماذا أفعل، خاصة وأن بعضها مبالغ لا تتجاوز 50 ريالا، أفتونا مأجورين. احتفظ بحقوق الناس، وهم اللي يدورونها عنك، هم اللي يدورونها يطلبونها، أو أنت اللي تدورهم، هم يدورونها، أنت احتفظ بها وسجلها عندك، اكتبها وثقها عندك، وهم يجون يدورونها. نعم. فإذا انتهى الأمر ولا جو وأيست من مجيئهم تصدق بها عنهم، تصدق بها عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل عند الطواف يكبر في نهاية الشوط السابع، وكذلك في السعي، هل يكبر في نهاية الشوط السابع عند المروة؟ نعم، يختم الطواف ويختم السعي بمثل ما ابتدأ به، التكبير والذكر. نعم.